في انطلاق مباريات الجولة 18 من منافسات الليغ آن، الدوري الفرنسي الذي يبتعد فيه باريس في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين موناكو بالرغم من الخسارة العربية الجزائرية. كرة عند كيليان مبابي، 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 أوه، ضاعت على الصغير في يوم ميلاده، في يوم ميلاده. هذه الكرة والمحاولة الماضية، لمسة من الأرجنتيني، لمسة في اللقطة الماضية وصلت إلى نيمار، تسديدة من البرازيلي، كرة بمحاولة، محاولة بعرضية في منطقة الجزاء، الكرة الماضية كافاني يحاول لكن أيضا اصطدمت في ديوماندي، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. هذا ديوماندي، الكرة الماضية والمحاولة الماضية من الكرة يتقدم فيها، يتوغل إلى منطقة، أوه، أن يصنع عيدا جديدا لميلاد نجم جديد على قائمة صدارة هدافين تاريخية. يقترب كافاني، يقترب من الكبير إبراهيموفيتش في هذا الملعب، كرة فيها محاولة، إبعاد، يأتي تسديدة، كاد أن يأتي الرد سريعا في اللقطة الماضية، الرقم الخاص ليفضل ثلاثي، كرة تصل، كافاني يسدد مرة أخرى، يظهر الثلاثي، كان قائدا بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان. كرة فيها محاولة تسديدة، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية ملعب، ركلة مرمى كما يشير حكم المباراة كريم عابد. هذه الكرة والمحاولة تسعى على أقل تقدير المحافظة على المركز المسجل، كرة بمحاولة، محاولة بتسديدة، اصطدمت، تحولت إلى خانة أرضية الملعب، ركلة ركنية، كام الفريق الضيف، لا محاولة عند نيمار في منطقة الجزاء، لمسة إلى باستوريا، تسديدة من الأرجنتيني، سهلة عند حارس المرمى فيركوتا، سهلة عند فيركوتا. نهاية مباريات القسم الأول، نيمار يلعب كرة خطيرة، أوهو، حطها بشكل مثالي جدا، اللقطة والمحاولة الماضية، لكن كرة نيمار علت العارضة، يا دوب يا دوب في بطولة الدوري الفرنسي. كرة فيها محاولة خطيرة ملعوبة، تسديدة قوية، لكن كيفن تراب، تراب مرة أخرى يتصدى، ظهر في شوط المباراة الأول. هذه المحاولة الماضية، مبينجي داخل منطقة الجزاء، مبابي داخل المنطقة، إلى كافاني، سدد، أوهو، إلى خارج أرضية الملعب، كرة الأوروغوياني بالقدم اليمنى مرت بجوار القدم. من الأسماء التي تجري عملية الإحماء، كرة في منطقة الجزاء، بابي، الله الله الله، على طريقته يسجل، يضع الكرة في مرمى بيركوتر، ثاني أهداف باريس في مباراة اليوم، هذه المرة بأقدام الفتى الذهبي لكرة القدم الفرنسية، أرقام يعززها، مثالي جدا، لوسيلسو، يا سلام، يا سلام، يلعبها كرة خطيرة، الله الله الله، لكن بيركوتر، بيركوتر في اللقطة الماضية يمنع هدف في غاية الروعة عن طريق الأرجنتيني، مد نيمار، هي في القائم، اصطدمت في القائم الأيسر لحارس المرمى بيركوتر، عادت إلى مشارف في منطقة الجزاء، ملعوبة المحاولة في المنطقة الرأسية، تأتي وتراب، كيفن يتصدى، محاولة أخرى لمصلعة منطقة الجزاء، خطيرة، تسديدة، وهدف ثالث، هدف ثالث يأتي بقذيفة عن طريق يوري بيرتشيتش، هدف في الموسم الماضي في هذا الملعب، يسجل، نعم، من ركلة الجزاء سانتيني، يقلص الفارق لمصلحة